الام ديالي باقا في الحياه، انا ما تنطلبش انني باغي الفلوس، انا تنطلب حاجه وحده، هو داك السيد علاش معايا داير هكا. مشيت هضرت معاه قلت له خالي الله يرحم الوالدين، الام ديالي راه باغا تمشي تعالج عند الابنه ديالها، الله يجازيك بخير عطيها الجواز ديالها لحقاش هذاك السيد هذاك مسيطر. شحال من عام خدمتي عون سلطة؟ خدمت لمدة 3 سنوات. مقدم مدينة فاس. 3 سنوات وما جاكش التعيين؟ لا ما جانيش التعيين بسبب ديال هذا السيد هذا، وراه تيقولها لحد الآن، تيقول لي أنا اللي خرجتك من الخدمة. أنا ما صافي ما بقيت نشوف، شفت راسي غادي نترزف داك الوليد، غادي ندير شي كارثة وغادي نمشي للحبس. كنت مشيت عند الأم ديالي قلت لها أمي، قلت لها أنا هذا السيد راه قهرني، يماجين أن تيقول لي أن ولدي حرام، واش تهمني في الشرف ديالي؟ مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا من مدينة الدار البيضاء. معي الأخ أنس، العمر ديالو 35 سنة. أنس مازالش في كازا وما عنده حتى واحد في كازا. أنس ولد مدينة فاس، جا من فاس حتى للدار البيضاء، قدروا نقولوا طج عيا سمح في كل شيء، خلى اللي ليه واللي عليه، جاب لا كارت ناسيونال بلا والو غير بالحوايج اللي لابسهم. ربما غتسمعوا هاد الهضره تقولوا واحد حمق، هو لا، لان بعض المرات ملي تيفيض الكاس ما كيبقاش عندنا فين نزيدو. خليكم معنا باش تعرفوا على القصه ديال الاخ انس بقلب مفتوح وبوجه مكشوف. السلام عليكم خويا انس. عليكم السلام ورحمه الله. انس رزوقي مزداد بمدينه الرباط 19/11/1986. كنت قاطن بمدينه فاس، ودابا حاليا راني في مدينه الدار البيضاء. قبل ما نوصلوا للدار البيضاء عاود لينا ملي كنتي ساكن في فاس. كنت ساكن في فاس، تزوجت، تزاد ليا وليد. صافي منين تزاد ليا وليد وقعوا عندي مشاكل. الناس ملي كيتزاد ليهم ولدهم كتزاد الفرحه. كتزاد الفرحه. تزاد عندك المشاكل. انا تزادت عندي المشاكل ومشاكل كبيره بزاف. المشكل الاول هو ان واحد الخال ديالي اللي هو خو الام ديالي تحقر عليا بزاف المده ديال هذه واحد بعدا. علاش كيتحقر عليك؟ تيتحقر عليا لحقاش انا تنهضر في الحق، تنهضر في المعقول. شنو هذا الحق اللي قلتي؟ الحق كنت هضرت شحال هذيك، المهم كنت هضرت محقر عليا بزاف، باغي يديني للحبس باي طريقه. علاش؟ ما نعرف شنو عنده معايا. ولكن انت يعني قبيله في الكواليس عاوتي لينا قلتي لنا باللي الام ديالك عندها واحد لابار ديال الحق ديالها او ديال الارث ديالها من الوالدين ديالها. نعم. واش الخال ديالك وهذا الارث عنده علاقه؟ عنده علاقه بهذا الشيء. فاش نتسنط انا دابا، انا ما خصني، انا ما بغيت منه حتى شي حاجه، ما بغيت منه لا فلوس، هذاك الشيء بيناتهم. الام ديالي باقا في الحياه، انا ما تنطلبش انني باغي الفلوس، انا تنطلب حاجه وحده، هو هذاك السيد علاش معايا داير هكا. انت كنتي كدوي في الحق ديال المهم. كنت هضرت على الحق، انا ذاك السيد كانت الام ديالي مرضات مؤخرا. مشيت هضرت معاه قلت له خالي الله يرحم الوالدين، الام ديالي راه باغا تمشي تعالج عند الابنه ديالها، الله يجازيك بخير عطيها الجواز ديالها لحقاش هذاك السيد هذاك مسيطر. كيفاش الجواز؟ الجواز كان مخبي على الجواز ديالها. الباسبور عنده كاع الوراق ديالها؟ عنده الوراق ديال العائله كامله. السيد علاش هذه الام ما عندهاش وليدات؟ ما عندهاش انت؟ ما عندهاش وليدات؟ عندها وليدات، عندها وحده شرطيه في مدينه فاس، ما شاء الله، وعندها وحده في دبي في الامارات. اش كدير؟ كلهم واصلين، المهم كاع الخوت واصلين. تبارك الله واصلين. يعني هادو ما ديرش فيهم الثقه وغادير لهم الثقه في خوها. ديما دايرين الثقه في ذاك السيد، دابا انا شنو تنطلب من ذاك السيد هذاك يعطيني الثقه، يبعد مني. ولكن انت كيفاش تطجيتي من هاد فاس؟ انت انت مسؤول اليوم، انت راك اب. يعني اب اسره، عندك اسره، عندك الزوجه ديالك وعندك وليد.
كيفاش جمعتي حوايجك ما جمعتيش حوايجك داك الشيء اللي لابس عليك جيتي لكازا؟ صافي قال لك هو حالف تيدخلني للحبس. عاود لينا على ديك الليله. هذيك الليله صافي بقيت صافي جلس دارت بيا الدنيا بقيت دابا انا كنت كاري واحد البيت كنتي خدام واحد الحي وتنبريكولي من هنا وتعاونوني الاصدقاء ديالي وهذا. ولكن شنو هي الخدمه ديالك الاصليه؟ انا كنت في 2014 كنت خدام عون سلطه ولكن بلا تعيين بلا قرار ديال التعيين كنت نتسنى القرار ديال التعيين. شحال عام خدمتي عون سلطه؟ خدمت لمده 3 سنوات. مقدم مدينه فاس. 3 سنوات وما جاكش التعيين؟ لا ما جانيش التعيين بسبب ديال هذا السيد هذا وراه تيقولها لحد الان تيقول لي انا اللي خرجتك من الخدمه. شكون هذا السيد هذا؟ بغيت غير نعرف شكون هو. تيستعمل الشطط في استعمال السلطه تيقول لك انا هو. شنو الخدمه ديالو؟ الخدمه ديالو ضابط ممتاز وخرج تقاعد ودابا تيدعى انه هذا ضابط ممتاز على راسنا وعينا ولكن ضابط ممتاز مع الشرطه. مع الشرطه القضائيه. وبلوس دابا هو راه تقاعد. تقاعد ودابا تيدعى انه تيخدم مع مراقبه التراب الوطني. وانه قادر باش اي واحد يوقف في طريقه يديه للحبس. ورا الحقره هذه. هذه راه حقره. انس ما سكتش على الحقره. انا ما صافي ما بقيتش نشوف في راسي غادي نترزف ذاك الوليد غادي ندير شي كارثه وغادي نمشي للحبس. كنت مشيت عند الام ديالي قلت لها امي قلت لها انا هذا السيد راه قهرني. ايماجين ان تيقول لي ان ولدي حرام واش تهمني في الشرف ديالي؟ قال لك الولد ديالك راه حرامي ماشي ولدك هذاك ولد حرامي. اش كتقول في هذا الشيء؟ انا هذاك ولدي. اذا صافي ما تيهمناش هضره الناس. يقول لي بغى يقول قلت الشمس غدا غطلع من الغرب ما عندناش مشكل قلت العيد غدا. ودابا داك اش غادي نقول لك دابا ما اثر فيك هادشي نفسيا؟ اثر فيا نفسيا وصافي انا راه داكشي علاش قررتي تهرب؟ صافي هربت جيت بحالي قلت انا صافي نعيش في السنقه. دابا انت هربتي جيتي لكازا لا حليل لا رحيم لا عندك لا دار لا دوار فين كتبات اخويا؟ كنبات في الزنقه كنبات في الزنقه. وانت ولد عائله وزعما ماشي هادشي ما مولف باش ديال التكرفيس وحوايجي وساخو عليا وشوف حالتي كي ولات. سيدي كانت عندك سبرديله كتنعس بها نعس في الزنقه فقتي ما لقيتيهاش. وقت ما لقيتش سبرديلتي. وين جاتك السبرديله؟ لقيتها في الدار روح حاشاك. باش كدير باش كتاكل؟ باش ناكل تنقلب في الدار وتصور انني بلي الله يعفو عليا بالكارو تالكارو تنهز البونته ونكميها. ولا لا دار شي كريم ولا شي هذا تيعطيني الكارو ولا تيعطيك درهم ولا جوج درهم واش انا عمرني كنت بحال هكا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واش انا عمرني كنت هكا؟ واش انا كنت نرضى؟ انت اللي كتحمل المسؤوليه لهذا؟ تنحمل المسؤوليه لخالي. تنحمل المسؤوليه لتا شي واحد، خالي هو اللي دمر لي حياتي. العلاقه ديالك اليوم مع الام ديالك؟ والام ديالي اش غادي نقول لك؟ الام راه الله يسمح لنا من حق الوالدين. الله يسمح لنا من حق الوالدين. الله يسمح لنا من حق الوالدين، حتى الام ديالي مضغوطه. مضغوطه بزاف. وعلاش خويا ما نديروش واحد المحاوله ديال الصلح وتمشي وتبوس على راس ميمتك وتبوس على يديها وتجمع داك الشمال وتهز مرتك وداك الوليد وتسكنوا في دار وحده مجموعين كيف ما قلتي لي الام ديالك مراه كبيره. ما غاديش يقيلني امادا. علاش ما غيقيلكش؟ كاين القانون كاين المخزن. ما غاديش يقيلني. الفو يقرب لك ندعيه. ما غاديش يقيلني حتى واحد خالي. انت كتعاود لي على شي صعصع. صعصع ما خلا ما دار. اخت ديالي اللي كانت شرطيه قبل ما تدخل الامن كانت في خدامه سكرتير عند واحد السيد دا لها الحشيش وقال لها شوفي شنو لقيت في جيب خوك انا نصيفط خوك للحبس. كنت وصلت للاج باش نصوب البطاقه الوطنيه مشيت نصوب البطاقه الوطنيه كنت ديك الساعه مع الاب ديالي قبل ما الاب ديالي حتى هو سمح ومشى بحاله وخواته هو المدينه. هذا الشيء كامل خالك دايرو على قبل الورثه ديال الام ديالك؟ دايرو على الفلوس هذا الشيء على الفلوس. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما الا كان هذا الشيء على الفلوس وكيقول لك زعما الخير راه في بلاصه الام بلاصه الاب الخال في بلاصه الاب. ما عمرني نسمح له. انت شنو دابا في نظرك حل تبقى تدور في الشوارع ديال كازا هكذا متشرد؟ اليوم لقيناك لابس تريكو راه غدا بعد غدا تقدر تحماق يقدر يضربك البرد تموت غير بالبرد. ما عندي ما ندير. شي واحد يجي يخسرك من الشماكريه ديال الليل. ما عندي ما ندير. غادي دابا شنو غندير؟ غادي نشوف كيف ندير نجمع عي باش نكريه بيت ونعيط لديك المراه ونعيط لذاك الولد. قبيله لقيناك باغي ندير محاوله ديال الانتحار. كنت غادي ننتحر هذا الصباح. علاش؟ صافي عيط. لا حليل لا كريم. واش في نظرك الانتحار هو الحل؟ اشنو السميه ديال بنتك ولا ولدك؟ ولدي عبد الكريم مازال ما صوبتلوش ما لقيتش باش نصوب. عبد الكريم لمن تبغي تخليه؟ اش غادي نقول لك؟ ما ديك بنت الناس دايره معك شي حاجه خايبه؟ لا ما عمرها دارت معايا شي حاجه. وهكذا باش تجازيها؟
المرأة دارت معايا شي حاجة خايبة. علاش ما تجمعش راسك انت وديك بنت الناس وتخدموا مع بعضياتكم ودير صلاة الرحم مع الأم ديالك مرة مرة وتبدلوا انتوما كاع المدينة؟ اش غادي نقول لك انا اللي غادي نبدل المدينة وبدلت المدينة وصافي غادي نعطيهم. ولكن تجيب مرتك ووليدك حداك وتكريو هنا شي حاجة؟ ما كراتش ما لقيتش ما كراتش ما كراتش انا باغي غير بيت. شنو كتطلب اليوم اخويا؟ باغي غير بيت، باغي نكري بيت. كتطلب خويا انس؟ باغي بيت نكري بيت واللي صورتن وكل داك الوليد ونعيش داك الوليد ونتهلا فيه واخا نصورتها 600 ريال 1000 ريال في النهار. الزوجه ديالك حتى هي بعض المرات كتخدم كتعاون معاك؟ تخدم تدير الميناج، تدير الميناج. هما ما راضيينش بهذا بهذا السيده. الميناج ماشي عيب، العيب هو انني نمشي نخشي ايدي في جيب واحد اخر ونشفر. هذا ماشي عيب، العيب هو انني نمد ايدي ونطلب، هذا عيب. اما نخدم ماشي عيب. ماشي عيب. كيقول لك خادم القوم سيدهم. سيدهم. احنا اليوم واش غنطلبوا من المحسنين اللي تعاونوا معنا؟ واش غادي نقول لك بالنسبه للمحسنين الله يجازيهم بخير، انا ما باغي لا طوموبيل ما باغي لا فيلا لا حتى حاجه، انا باغي السترة. شنو هي السترة؟ باغي قبر الحياه. صافي هيبيت 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 نكريه باش تنشري نشري. خلصوا انت. اي نكريه نخلصوا نكريه. باغي نكري بيت ونعيط. وتجيب مرتك وليدك. نجيب مرتي ونجيب ولدي وندير بقرش ديال القهوه وندور به ونصور حتى 1000 ريال. ما باغيتش. ولكن ما تسدش العلاقه مع الام ديالك، تمشي تشوفها. لا الام انا راه عاد عيطت لها مؤخرا وصيفطات لي واحد البركه اي باش قضيت وهذا. واش غادي نقول لك الله ياخذ الحق في خالي، راه ما عمرني نسمح له. والله ياخذ خالك. كنطلبوا لي الهدايه. أنا خويا انس كنظن الرساله ديالك واضحه، كنطلبوا للخال ديالك الهدايه ويشوف هذا الفيديو ان شاء الله ويحنن قلبه شويه. والام ديالك قول لنا فين كتنعس. بالنسبه للهاتف راه ما عنديش الهاتف، كان عندي هاتف وراني بعته ب 600 ريال باش ناكل 30 درهم. دابا فين تنعس؟ تنعس في الجوع ما لقيتي ما تاكل، قلتي نبيع داك التليفون غير ب 600 ريال. كانوا قبطوني رجال الامن بدون مأوى، داوني من 12 ديال النهار حتى 9 الليل. فاش خرجت لقيت الله الله زيد داك التليفون ديته بعته ب 600 باش ناكل. إذا أنت ما عندك دابا لا تليفون لا فين كتنعس؟ لا ما عندي حتى شي حاجة. أنا فين كتنعس؟ في سيدي بليوط، راه واحد القنيت لا بورس فين كاينة البورصة. بورصة تزيد شوية في ذاك القنيت، راه كاينة لا سيني سيس الضمان الاجتماعي. تنفرش واحد البونجا في الدار البيضاء. يعني اللي بغى يجي عندك ويتواصل معك. اللي بغى يجي عندي أنا في تمايا كيف البورصة حدا ذاك الموبل ديال البورصة لا سيني سيس اللي كاينة تمايا، راني تما تنفرش وتنعس. ان شاء الله خويا انس ما غنحبسوش هنا، ان شاء الله غنجيو نتبعوا الحاله ديالك من هنا سيمانه باش نشوفوا واش تعاونوا معك الناس، ربما نشوفوا بعض الجمعيات الا قدروا يهزوا بيديك واحد شويه وان شاء الله تجيب يجيب المدام ديالو ويجيب الوليد ديالو هنا لكازا ويعيشوا حياتهم كاسره طبيعيه مغربيه. بغيت نصيفط لواحد خالي، بغيت نصيفط واحد الميساج لواحد خالي في الدنمارك كان تيعاوني مره مره، وهذا خالي هذا اللي في جهاز ديال الامن عمرو عليا وما خلى ما قال ما بقاش يعاوني كاع، ظالمني بزاف. خويا حنا ما محتاجينوش، ان شاء الله المحسنين اليوم غادي يوقفوا معاك ماشي دائما باش توقف على رجليك، وانت عندك صحيحتك وكتيفاتك الله يخليهم لك. وانت راك قلتي لي ديما كنت كنبريكولي ونجيب حق عشايا، غادي تبقى دائما هذاك الراجل تهز بوليدك ومرتك حتى هي ما فيها باس الا خدمات وتعاونت معاك، راه ماشي عيب وماشي حرام. المهم اليوم هما تلقاو واحد السكن الدفء تخبى على الشتاء والبرد، وديك الساعه هي والوليد ديالك وتهلا فيهم. ناكلوها بصراره وسيدي اللي قسم الله الكرش راه نكره ديال الخير. الحمد لله. شكرا. كيف ما شفتوا كانت هذه هي الرساله ديال خويا انس، كيطلب منكم انكم تعاونوا معاه ولو انه يلقى غير شي بيت يجمعوا ربعه الحيوطه باش يقدر يجيب مرته من فاس، لانه اليوم ما بغاش يضحي بها وباقي متشبت بولده وبمرته يجيبهم ويتعاونوا بجوجهم بعضياتهم على الزمان ويخدموا ويقروا داك الوليد ويزيدوا القدام. وكنتمنى ان الرساله تا خالو توصل ليه، وكنقول ليه الله يهديك، راه صعيب صعيب قطع صله الرحم، صعب قطع صلة الرحم راها صعيبة، والله يهدي الأم ديالك عليك والله يخليها ليك والله يسمح لنا من الوالدين. آمين. شكرا لكم متتبعينا الكرام، وصلتوا معنا النهاية ديال الفيديو، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزة بوقنادل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.